طيب نفتح فرصة للمداخلات. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أنا أشكر الإخوة السلفية شكرا جزيلا لطلبهم لرد الطلب اللي توجه لهم من الإخوة في الداخلية، ومتفاجئ بإخفاء الأحزاب السياسية اللي كانت يعني عاملة لنا هي الرأس في الجامعة، أو هي كانت يعني بتشوف نفسها إن هي منبع الثقافة للطالب في الجامعة. الليلة مشيت وين؟ الكتلة دي الليلة ما جات، وين انتوا الليلة؟ شكرا تاني وشكرا تالت. طيب أنا ما داير، ما عندي كلام، وأنا زول خاوي الذهن، ما عندي أي كلام، بس عندي نقاط بسيطة بحب إنه أزود، مش عندي نقد، لا لا ما بنقد زول، وأنا والله لسه ما تطرقته ولا تحزبته، وزول فلوتر لسه، تمام؟ لسه ما اتخشيت صوفي ولا أنصار سنة، ولا أنصار سنة تقسموا، السلفية ذاته تلقى فيه مقسمين، والتنظيمات الإسلامية كلها مقسمة. أنا ده كله ما واجهني، واجهني الشيوعية اللي بيجوا هنا في الجامعة دي يقول لك الله ما في، ده كلام أنا واجهني شديد. الله ما في كيف يا أخي؟ تسأل تقول لي يا أخي، قول الله، يقول لك إن وجد. ده يا جماعة ده ما كلام بوجي. أنا بشكر الإخوة ثالثا، والحاجة دار أقولها إنه أتمنى إنه يكون فيه ركن قائم يعني من ناحية السلفية أو من أي تنظيم إسلامي داخل الجامعة، سواء كان يعني الآن ويمكن أسس السمستر شبه انتهى في امتحانات في الأيام المقبلة. تاني برضو بشوف إنه يعني يا حبذا لو أديتونا مدارس، في ما شاء الله عندكم مدارس في التوحيد وفي الفقه ذاته، داير مدارس يعني. وشكرا ثالث تاني داير تشرح لي المنهج السلفي، ما هو السلفية؟ أو يعني هسه الناس دي كلها فلوتر، ما شايف ليه أنا زول هنا منظم؟ لسه التنظيمات لسه ما ظهروا، ما أعرف الليلة مش وين، الليلة اليوم الويلة زي ما بقول، ما تجوا الليلة هنا، ده المنبر الإسلامي الحق، تعالوا شوفوا. شكرا والسلام عليكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الأخ على المداخلة، ونحن يا أخواننا ما حزب ولا دعوتنا دي لليلة ولا بكرة عشان إنه نقسم الناس، لأن أخواننا الدعوة السلفية هي ما حزب. الأخ قال كلمة ولعله ما قصد يعني، وصح في ناس بيدعوا السلفية وهم أحزاب، صح كلامه صح ده، لكن أخواننا ما بمثلوا السلفية، لأنه السلف منهج يعني. مثلا الليلة لو دار تتكلم تبقى زول اقتصادي وكده وتكون مزول من الاقتصاد، بيقولوا لك لابد سنة أولى تقرأ كده، صح ولا ما صح؟ سنة تانية تقرأ كده، كده أنت بتتكلم عن شنو؟ عن منهج، صح ولا ما صح؟ فنحن بنتكلم عن منهج، الزول اللي بيسلكه ده الماشي صح، الزول اللي ما بيسلكه ده ما ماشي صح، ده الموضوع. طيب فاللي بينتموا للسلفيين وبيعملوا حزب وجماعات زي أنصار السنة وغيرهم، ده الجبهجية عطالة ساكت، ما عندهم موضوع، ما تسمع عليهم ذات وأنصار السنة وغيرهم، وبيجوا يمشي يأكلوا مع الصوفية، يأكلوا معهم رز، حتى جابوا معهم واحد من أئمة الحرم. ونحن طبعا ما مشكلتنا معاك تبقى لونك شنو ولا جاي من وين، فهمت؟ إمام الحرم جمش للكباش، فقلنا إمام الحرم ده الزول ده ما بيستحيل إنه يبقى إمام حرم، وزول عاطل، زول عاطل مشى مع قعد مع الكباش. الكباش اللي بيقول إنه شيخ ربنا اداه كن فيكون على لسان، تمشي تقعد معه يا أنصار السنة؟ صار السنة زمان 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 قبل ما الكيزان يعني يورطوه معهم، زمان كانوا مع الصوفية الشحم والنار، لكن هسه بيجوا معهم واحد، عرفتوا؟ ده كلام يطول. المهم فالسلفية أخواننا ما جماعة، سلفية دي منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول السلف رسول الله، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء جبريل وكان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة بالقرآن مرة، يعني بيقروا القرآن كامل كل سنة مرة، فلما كانت السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض القرآن مرتين، فأخبر فاطمة رضي الله عنها وبيّن لها إنه هذا دنو أجله عليه الصلاة والسلام، فبكت
وكلم الكلام ده سر، ثم سارها فضحكت قال اصبري فإنك أول أهلي لحوقا بي وإنه نعم السلف أنا لك. فأول السلف هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ويا أخواننا هسي الليلة زول يقول لك يا أخو الله إحنا ذاته تحيرنا، أنا ما أخش مع منو أخلي منو، ديل يقولوا على الحق وديل يقولوا على الحق وديل يقولوا على الحق. هل الرسول صلى الله عليه وسلم خلانا دايشين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الليلة زول في الطماطم يمشي السوق ما بيتغشى، لو دخل لي واحدة كده طماطماية كده بالدس طوالي بمرقة يقول لها زول هوي انت بتلعب عليه ولا شنو؟ في الطماطم ما بيتغشى. في الغنم يقول لك انا شوف تجارتك دي عاملة كيف، في الضان في البقر في الصريف ده لو دار يشتري قش للصريف ما بيتغشى. يجي في الدين يقول لك والله احنا محيرين، لا انت كسلان ما محير، ده اجرام يا اخوان. فالزول ما يقول احنا خلونا ساي، لانه ما ممكن الدين يقول لك يا زول ابقى على الدين وامسك الاسلام وما يوريك الاسلام، ده ما الدين. فالاسلام وراك الطريق الحق وتمشي، ودي علامات وادله. اصل الليله انت لو قريت اقتصاد لقيت واحد قال عشان ندعم الاقتصاد لابد اول حاجه نهدر الثروه الحيوانيه، ولا بد نكتل البقر كله، ولا بد انه نحرق الزراعه، ولا بد ننهب الذهب. انت براك اسي ثاني داير لك زول يقول لك الزول ده زول مجنون محتاج، ما محتاج. ليه؟ لانك انت عارف انه في مقاييس، انه لو دار تنهض بالاقتصاد تسوي كده وتعمل كده صح ولا ما صح؟ ده امر الدنيا امر الدين كيف؟ وفي النهايه لو ما اكلت ومت ذاته ما في اقتصاد ذاته، عرفتها؟ مت في النهايه اذا كنت على الحق بتخش الجنه. لكن لو بقيت احسن الناس اقتصادا وعايش في الدنيا احسن عيشه ومت على ذلك على الكفر فانت ماشي جهنم، وديك الدار بتاعت الخلود. طيب المساله برضو ذكرها واثار مساله انه الاحزاب ما دارت خش، ونحن عارفين الاحزاب ما بيجوا بخش، محل النقاش العلمي والمنطقي ما بيقدر يخش لانه احزاب فتران تعبان. طيب اذا لو كان بيتكلموا هنا كيزان كان لقوا فرصته كان يجوا، وانا داير فرصه ويطقطقوا تلقاهم زي الفصل، عرفتها؟ لكن لما يجي نقاش علمي ومنهجي من كتبهم هم ذاتهم ما بخش، لانه لو خش هنا يتورط والله ثاني اللي بتخلطه ما يلقى. المهم طيب قال ما هي السلفيه؟ جزاك الله خير، انا طبعا ما قصد الطلبه المنظمين، انا الطلبه العاديين، قصد المنظمين ديل تجي خاش او تخلي تنظيمه كعب خليه. طيب السلفيه اخواننا دعوه للرجوع في الحياء وفي الاخلاق وفي الاعتقادات وبناء الحياء على ما كان عليه السلف. ده ما يمنع انه الانسان ياخذ بشنو؟ بالدنيا، ما ياخذ ما في مانع. حصل يوم زول قعد في اللابتوب، اللابتوب قال لي انت سلفي اقفلني، حصل؟ ما حصل. فما في تعارض يا اخوان، نازل بيتكلموا ساكت. طيب دي النقاط الاثاره الاخ جزاه الله خير، وان شاء الله الدروس والمحاضرات الشباب بيتواصلوا، ونحن اذا ربنا سهل لنا بنجي ان شاء الله، زي ما قال الاخ عنده امتحانات، وان شاء الله بعد الامتحانات ما عندنا مشكله احنا بنجي. والاحزاب يمشوا يقروا صح، الامتحانات بتكون معصورين، لكن بعد الامتحانات تمشوا تقروا، ولو ما قادرين تقروا تجوا تورونا نجي نعمل لكم لكشرات مجانيه في منهجك شيوعي، تجي نقريك الشيوعيه، وبعثي نقريك البعثيه، مستغل نقريك المستغلين، يو بي اف وحركه شعبيه نقريك العلمانيه نقريك، وبعد ما قريناك له وجيت خاشينا نجغمك بعد ذاك ونمسح لك باطلك، فهمت؟ احزاب فارغه ساكت ما والله ده خطاب بتاع اندروس بس ما عندهم حاجه. فرصه مفتوحه للمداخلات.